إذا شفنا هذا المثال for i equal 9 to 7 list box dot items dot add ال i. ال i قيمتها 9. ال step كم؟ موجبة step 1. إذا هل 9 أقل أو تساوي 7؟ false. فمعناته راح يطلع من الدوران مباشرة. هل طبع إشي؟ لا ما طبع إشي. Nothing will be printed. لو كان بعد الدوران في طباعة لل i كم راح تكون قيمة ال i؟ كم راح تكون قيمة الـ i؟ 9. راح تكون قيمة الـ i 9، مش الـ i أخذت القيمة 9. هل التسعة أقل أو يساوي 7؟ فولس، طلعنا من الدوران، إذا الـ i قيمتها 9. إيش اسمك اللي حكيت 9؟ إيش اسمك؟ آمنة. مرة ثانية. آمنة أبو عصبة. اوكي يا عمي، يلا نشوف هذا المثال. dim i as integer dim str as string i equal 4 for i equal من 3 to 5. ال i كانت 4 بس عند ال 4 شو صارت ال i؟ 3. يعني هاي قيمة ال i الأولى اللي هي ال 4 ما استفدت منها نهائيا، ما ليش دخل فيها. كانت ال i 4، هذا متغير، عند ال 4 صارت 3. For i equal من 3 to 5 string plus equal فراغ concatenate 2 ضرب ال i. next ال i، أول شيء قيمة ال i 3. هل الثلاث أقل أو تساوي 5؟ الستيب عندي موجبة فسألنا أقل أو تساوي. هل ال i أقل أو تساوي 5؟ true. string plus equal فراغ concatenate 2 ضرب ال i. 2 ضرب ال i يعني 2 ضرب 3 كم راح تعطيني؟ 6. إذا هاي أول قيمة أضفتها على السترينج. next، عند النكست شو صارت قيمة الـ i؟ 4. هل الـ 4 أقل أو تساوي 5؟ true. string plus equal فراغ concatenate 2 ضرب الـ i. 2 ضرب 4 8. next شو صارت؟ 5. هل الـ 5 أقل أو تساوي 5؟ true. string plus equal فراغ concatenate 2 ضرب 5 10. ماشي. next شو صارت؟ 6. هل الستة أقل أو تساوي 5؟ false. طلعت من الدوران، عند الستة طلعنا من الدوران، شو عملنا؟ string plus equal فراغ concatenate i. شو أضفت بنهاية السترينج؟ القيمة اللي طلعتني من الدوران اللي هي كم؟ 6. اطبع السترينج 6 8 10، وآخر قيمة اللي هي الستة. أضف لي إياها كقيمة واحدة على الليست، هذا string، يعني بسطر واحد أضف لي إياها. واضح؟ dim x as integer x بتساوي 0 for x equal من 3 to 1 list box dot items dot add ال x و next x. الإكس بلشت بإيش؟ 3. الستيب عندي موجبة، شو بسأل؟ هل الثلاث أقل أو تساوي 1؟ خطأ، false. false، فمعناته راح أطلع من الدوران. list box dot items dot add الإكس، شو قيمة الإكس؟ 3. 0 ولا 3؟ 3. 3 يا جماعة، خلص الصفر راحت، تغيرت لـ3، عندي الفور تغيرت لـ3. فمعناته جوا الدوران ما راح تتنفذ الجملة، الجملة اللي تنفذت اللي هي برا الدوران طبع لي القيمة 3. تمام. نيجي على النستد لوب. نستد لوب معناها، نستد لوبس معناها دوران داخل دوران. ممكن يكون عندك فور جواها فور، دو وايل جواها فور، دو وايل جواها انتل، دو انتل. اذا دورانين داخل بعض، هون معطينا مثال على فور داخل فور. لما يكون عندك نستد لوبس، دائما طريقة تنفيذ النستد لوبس انه بثبت الدوران الخارجي. يعني أول قيمة بالدوران الخارجي بأخذها بشيك على الشرط تبعها، أخذت الدوران الخارجي ثبتت القيمة، بنفذ الدوران الداخلي كامل.
بننفذ الدوران الداخلي كامل لمين؟ لأول قيمة بالدوران الخارجي. ماشي؟ نفذته كامل، بس أخلص بطلع من الدوران الداخلي برجع بالدوران الخارجي عندي النيكست، بأخذ القيمة الجديدة للدوران الخارجي، برجع بنفذ الدوران الداخلي كامل لإلها. عند النيكست شو بصير؟ برجع على الدوران الخارجي بالقيمة الجديدة وهكذا لحد ما ينتهي عندي الدوران الخارجي. إذا مرة ثانية، لكل قيمة بالدوران الخارجي بأخذ الدوران الداخلي كامل، لكل قيمة بالدوران الخارجي بنفذ الدوران الداخلي كامل. For i as integer equal من 65 to 66. For j as integer equal من 1 to 4. List box dot item dot add i concatenate فراغ concatenate j. في عندك outer loop وفي عندك inner loop. ماشي؟ أنا ببلش من فوق من الدوران الخارجي. أول إشي الاي شو أخذت؟ القيمة 65. 65. مقدار الزيادة عندي موجب، إذا بسأل هل 65 أقل أو تساوي 66؟ ترو. دخلنا على الدوران الداخلي، بنفذ لل 65 هاي، بدي أنفذ الدوران الداخلي كامل. For j as integer equal من 1 to 4. List box dot items dot add i j. شو راح يطبع لي؟ شو قيمة الـ i؟ 65. شو قيمة الـ j؟ 1. 1. ماشي؟ إذا أول وحدة طبع لي إياها 65 1. Next تبعت الدوران الداخلي شو صارت الجي؟ 2. اطبع الاي والجي، الاي ما تغيرت لساتها 65، اذا طبع لي 65 و2. ماشي؟ عند النكست شو صارت الجي؟ 3. اطبع 65 و3. عند النكست الداخلية صارت 4. هل 4 اقل او يساوي 4؟ ترو. اطبع 65 و4. Next شو صارت؟ 5. هل الخمسة أقل أو تساوي 4؟ False. طلع من الدوران الداخلي. إذا لل 65 نفذ 4 مرات. ماشي؟ طيب إجينا على النكست الخارجية، شو صارت ال 65؟ 66. هل ال 66 أقل أو تساوي 66؟ نعم. بدخل على الدوران الداخلي. هسا لل 66 بدي أنفذ الدوران الداخلي كامل. الجيش وبلشت ترجع بتبلش واحد. من اول وجديد 1. ماشي؟ اطبع الاي والجي راح يطبع 66 و1. طبعا هون ما في سطر فاضي، هيك طالع بالطباعه بس هو ما في هون سطر فاضي. 66 و1. ثاني مره 66 و2. الجي صارت 2. ثالث مره 66 و3. رابع مره 66 و4. عند الخمسه طلعت من الدوران الداخلي. Next طلعت على الدوران الخارجي شو صارت؟ 67. هل ال 67 أقل أو تساوي 66؟ False. فراح أطلع من الدوران الخارجي. مرة تانية بثبت الدوران الخارجي، بنفذ الدوران الداخلي كامل، برجع بنفذ الدوران بثبت الدوران الخارجي، برجع بنفذ الدوران الداخلي من أول وجديد وهكذا. لكل قيمة بالدوران الخارجي راح أنفذ الدوران الداخلي كامل. واضحة؟ لو بيجيت برا الدوران بعد النكست والنكست، لو حكيت لك اطبع الاي اطبع الجي، شو راح يطبع لي؟ شو قيمة الاي اللي طلعتني من الدوران؟ 64 و4. 67 و5. 67 و5. ممتاز. 67 و5. إذا القيم اللي طلعتني من الدوران اللي هي 67 و5. طب دكتورة الخمسة ما طلعتني من الدوران، هي بس 67 اللي طلعتني. لأنه القيمة الأولانية قصدي يعني اللوب الأول هو اللي طلعنا مش الثاني. بس لو بدنا نطبع قيمة الآي وقيمة الجي بعد الدوران، هو حسب جملة الطباعة اللي أنا كاتبيتها. يعني افرض هون كاتبة list box 1 أو list box مسميها، افرض هون عندك list box dot items dot add. في مشكلة عندي بالطباعة. دوت اد الاي، لو طبعت بس الاي شو راح يطبع لي؟ 67. 67. لو طبعت بس الجي شو قيمة الجي اللي طلعتني من الدوران؟ 5. الخمسة. لو طبعت الاي والجي 67 سبعة. والخمسة. اوكي؟ حسب انا شو طبعت. يعني شو اخر قيمة للجي؟
آخر قيمة للجي وصلتها اللي هي إيش؟ 5، هي اللي طلعتني من الدوران الداخلي. فلما طلعت من الدورانين كانت الجي قيمتها 5 والآي قيمتها 67. بس لأنه في ملاحظة مهمة هسا حكيناها هون، وين معرفة؟ ضمن البلوك، هون معرفة ضمن البلوك، يعني لو حاولت أطبعهم هون راح يعطيني عليهم إيرور إلا إذا كنت معرف الآي والجي برا الدوران. طيب إذا معرف الآي والجي برا الدوران راح يطبع لي الآي 67 والجي 5. إذا ما عندي جمل طباعة بعد الدوران معناته خلاص، إذا ما عندي جمل طباعة بعد الدوران معناته خلاص ما راح يطبع لي إشي بعد الدورانين. واضح؟ اوكي. for i as integer equal 1 2 3 step 2 for j as integer equal من 6 to 7 list box 1.items.add الj. شو الاوتبوت؟ عند الآي 1 شو راح تكون قيمة الجي؟ أول قيمة 6، اطبع لي الجي شو راح يطبع لي؟ 6. بعدين صارت 7، اطبع لي الجي شو راح يطبع لي؟ 7. عند الثمانية طلع من الدوران الداخلي، رجعنا بالدوران الخارجي، شو قيمة الآي هسه الجديدة؟ 3. عند الثلاث كم قيمة الجي الأولى؟ 6. اطبع لي قيمة الجي راح يطبع لي 6. بعدين اطبع قيمة الجي الثانية 7. عند الثمانية طلعت دوران الخارجي، عند الخمس طلعت صح؟ إذا كم مرة طبع 6 7؟ مرتين، إيه أربع مرات. مرة 6 مرة 7، مرة 6 مرة 7، مرتين، أوكي؟ المرة الأولى عند الواحد، المرة الثانية عند الثلاث. طبع 6 7 6 7. طب اطبع الآي. 1 و3 بس، مرتين، مرة 1 ومرة 3. هاي الرن شو طبع؟ أول إشي الآي 1 نفذنا عند 6، ثاني مرة الآي 1 نفذنا عند 7، فطبع 1 والمرة الثانية 1 صح؟ هسا المرة الثالثة صارت الآي كام؟ 2. اطبع الآي سوري سليب 2 معناته صارت 3. اطبع الآي عند 6 لما كانت الجي 6 راح يطبع لي 3. لما كانت الجي 7 اطبع الاي شو راح يطبع؟ 3. اذا شو طبع؟ 1 1 3 3. واضحة؟ معاي؟ معاك. طب خليها 8. راح يصير 1 1 3 3 3. إذا هاي عنا 1 1 1 3 3 3. لو اطبع الجي حيصيروا 6 7 8 7 8. ممتاز. 6 7 8 6 7 8. ايش اسمك؟ صفوان المؤمن. اوكي صفوان، ممتاز. إذا 6 7 8 6 7 8. dim sum as integer equal 0 sum plus equal li list box 1.items.add sum. شو رأينا؟
شو السم؟ مجموع الايز. اول مره كم كانت الاي؟ واحد. ثاني مره واحد. ثالث مره واحد. بعدين ثلاث ثلاث ثلاث. كم مجموعهم هدول؟ واحد وواحد وواحد وثلاث وثلاث وثلاث. ماشي. اذا هاي عندي رن، هاي عندي البتون، اعطاني 12. ماشي اوكي يا جماعه. اذا هيك انا تعاملت مع نستد لوبس، تعاملنا مع نستد لوبس. طب افرض الدوران الخارجي من ثلاث وثلاث، خليني اشيل الصم هاي الليست بوكس. كم ستار راح يرسم لي؟ واحد بس. الاي ثلاث، هل الثلاث اقل او يساوي ثلاثة ترو؟ الجي ستة، بده يرسم ستار، بعدين سبعة، بده يرسم ستار، بعدين ثمانية، بده يرسم ستار. صح؟ رجعت بالدوران الخارجي، شو صارت الاي؟ خمسة، هل الخمسة اقل او تساوي ثلاث؟ فول. اذا كم ستار رسم لي؟ ثلاث. هاي نتأكد، ثلاث. طيب، لو هاي أربعة وثلاث. ستة راح يرسم. لا تأكدي. راح مش ثلاثة لأربعة، أربعة لثلاث. ولا إشي ولا إشي. ولا إشي، صح؟ لأنه راح يسأل هل الأربعة أقل أو تساوي ثلاث؟ فولس. راح يطلع من الدوران، لما يطلع من الدوران الخارجي خلاص ما طلعنا على الدوران الداخلي، نتأكد. هاي رن، هاي البتون، ما في إيرور، ما في إنفينيت لوب أقصد، بس ما رسم لي ولا إشي. لأنه من أولها عندي الشرط هذا فولس، طلع من الدوران خلص، ما تطلع على الدوران الداخلي أصلا. واضحة؟ واضحة. بعد النستد لوبس altering the counter variable. ضل شغلتين، هاي الشغلة وكمان شغلة. يفضل دائما داخل الدوران انت ما تتحكم بالعداد، عندك for statement next تعمل لك بتطبق لك الستيب. اوكي؟ ما تيجي انت تغير العداد داخل الدوران، لانك لو غيرت العداد داخل الدوران ممكن يعطيك نتائج غير متوقعة او يعطيك infinite loop، اذا ممكن يصير معك اشي غير متوقع. مثلا شوف لي هذا المثال، افرض انه هاي الجملة مش موجودة. كم ستار راح يرسم لي؟ ستة. ستة، من واحد لستة الستيب واحد، راح يرسم ست سكس ستارز. طيب شوف لو انا حطيت هاي الجملة، العداد لحالها بتغيروا النكست بالفور ستيتمنت. افرض انه انا حطيت اي بتساوي اي زائد اثنين مثلا جوا هذا الدوران، بس هو ما راح يعطيني ايرور، راح ينفذ لي الشيء اللي انا كاتبه، بس ممكن يصير عندك نتائج غير متوقعه او انفينيت لوب. خلينا نشوف شو راح يصير. كم ستار راح يرسم؟ ديم اي از انتجر فور اي ايكوال من واحد تو ست ستيب واحد، الاي بلشت بايش؟ بواحد. list box dot items dot add star، عند الواحد رسم لي أول star هيها. ماشي؟ i بتساوي i زائد 2، غيرت ال i يدويا بإيدي، غيرت ال i، شو صارت ال i؟ 1 زائد 2 3. 3 next شو بصير عند ال next؟ بتزيد ال 4، إذا شو صارت؟ 4. إذا عند ال next صارت 4. رجعت بالدوران، هل 4 أقل أو تساوي 6؟ ترو. ارسم ستار، اذا عندي الاربعة رسم لي ستار. اي بتساوي اي زائد اثنين، شو صارت؟ خمسة. كانت اربعة وزدناها اثنين، ستة. ستة ستة وهسه نيكست صارت سبعة. رجعنا بالدوران، هل السبعة اقل او تساوي ستة؟
False رح يطلع من الدوران. إذا كم ستار رسم لي؟ بس 2 ستارز رسم لي فقط 2 ستارز. ماشي. إذا يفضل دائما ما نتحكم بالعداد إحنا داخل دوران الفور، لأنه النكست هي بتغيرها عن طريق الستيب. ما تحاول إنك تغير بالعداد لأنه ممكن يطلع لك نتائج غير متوقعة. ماشي. لحد هون كم ستار راح يرسم لي؟ ثلاث. عندي الواحد وعندي الثلاث وعندي الخمسة. هاي ران، هاي الباتون رسم لي ثلاث، وكانت هاي أربعة. كم ستار راح يرسم لنا؟ اثنتين. عندي الواحد وعند إيش؟ أربعة. عند الثلاث. عندي الواحد وعند الثلاث، صح؟ لو هون حكيت I plus equal اثنين. عندي الواحد رسم ستار واحدة. نعم بحكي انه ستار واحدة رح ترسم بس. يلا عندي الواحد رسم لي ستار. انت مرح ولا آمنة؟ لا مرح. يلا يا مرح. عندي الواحد رسم لي ستار. اي بلس ايكوال اثنين شو صارت؟ ثلاث. نكس واحدة أربعة. رجعت بالدوران، هل الأربعة أقل أو تساوي أربعة؟ True. راح يرسم ثاني ستار. نتأكد. هاي رن، هاي البتون. لا رسم لي واحد. ليش؟ خلينا نعيد. الآي بلشت بواحد، هل الواحد أقل أو يساوي أربعة؟ True. لأنها راح تصير ستة، لأنه زدنا step two مش واحدة. صح step two صح. List books one dot items dot add star. رسم لي أول ستار عندي الواحد. I plus equal 2 كم صارت؟ ثلاث. Next شو صارت؟ خمسة. هل الخمسة أقل أو تساوي أربعة؟ false. فراح يطلع من الدوران. إذا صح كلامك، راح يرسم لي ستار واحدة فقط. راح يرسم لنا ستار واحدة فقط. شو رأيكم؟ انفينيت لوب دكتورة، لأنه بتضيف اثنين وبرد يطرحهم، مش فارقة. راح يصير ايش؟ انفينيت لوب. انفينيت لوب، ليش؟ لأنه الاثنين اللي زادهم رجع طرحهم، ماشي؟ فعمره راح تتغير هالواحد. عندي الواحد رسم ستار، نقص اثنين صارت سالب واحد، رجع زاد اثنين رجعت واحد، صح؟ بزيدهن وبنقصهن، بزيدهن وبنقصهن، فعمري ما راح اطلع عن الأربعة، راح يصير عندي انفينيت. راح يصير عندنا infinite loop. يلا نجرب ناقص واحد. أربع مرات زي كنا بنعمل step one. نعمل step one. عندي الواحد بده يطبع لي. ماشي. طبعا اللي عندي الواحد list books one dot items dot add star. هاي عندي الواحد i minus equal one صارت صفر، رجعت بالدوران عند ال step عند ال next يعني صارت ايش؟ هاي نقصت واحد صارت صفر، رجعت زدت اثنين صارت اثنين، يعني كأني بعمل step one. اوكي عند الاثنين رسم، طرحت واحد رجعت واحد، next اضاف اثنين شو صارت؟ ثلاث. رسم الستار I minus equal 1 صارت 2. next صارت 4 أقل أو يساوي 4 true. رسم الستار I minus equal 1 ثلاث. next 5 رجع، هل 5 أقل أو تساوي 4 false؟ راح يطلع من الدورة. ماشي الحال؟
دائما حاول أن يكون معك ورقة وقلم وأنت بتتبع عشان ما تغلط. آخر موضوع non-integer step value. لما بيكون عندك الستيب مش انتجر ممكن يصير عندك احيانا تقريب can lead to round of errors with the result that the loop is not executed the intended number of times we will only use integers for all values in the header. يفضل اني استخدم دائما انتجر for i equal من 1 to 10 مثلا. طب افرض انا ما عندي القيم انتجر افرض فيهم فاصلة عشرية شوف dim x as integer انا معرفيته انتجر طيب عرفته integer for x equal 1 و 2 بالعشرة 2 3 و 8 بالعشرة step 1 و 2 بالعشرة هسا لما بخزن أنا 1 و 2 بالعشرة داخل integer وما عندي option strict on يقبلها مني بس شو بيعمل؟ بيعمل تقريب 1 و 2 بالعشرة شو بتصير؟ 1 1 3 و 8 بالعشرة 4 4 صحيح 3 و 8 بالعشرة بيقربها فشو بتصير؟ 4 تذكر هذا الشيء الواحد واثنين بالعشرة بده يقربها شو بتصير؟ واحد إذا بيعمل تقريب إذا هون كأني أنا حاكي له for x equal من واحد to أربعة step واحد text box to text concatenate equal x concatenate فراغ أول مرة شو راح يطبع لي؟ واحد ثاني مرة اثنين ثالث مرة ثلاث رابع مرة أربعة عند الخمسة راح يطلع من الدوران لأنه هالخمسة أقل أو تساوي أربعة فولس راح يطلع من الدوران شو راح يطبع لي؟ concatenation مع إيش؟ finally قيمة الإكس إذا finally خمسة طبع لي واحد اثنين ثلاث أربعة finally خمسة إذا أول إشي بيعمل التقريب هاي واحد هاي أربعة هاي واحد ماشي؟ فبيمشي بدوران من واحد للأربعة عند الخمسة راح يطلع من الدوران ليش؟ لأنه الإكس معرفة انتجر طب لو كانت الاكس معرفة دبل لا باخذ القيم زي ما هي اول قيمة عندي ايش واحد واثنين بالعشرة كم مقدار الزيادة واحد واثنين بالعشرة اذا واحد واثنين بالعشرة زائد واحد واثنين بالعشرة اثنين واربعة بالعشرة هل اثنين واربعة بالعشرة اقل او تساوي ثلاثة وثمانية بالعشرة نعم بعملها concatenation هاي اثنين واربعة بالعشرة next اجمع لها واحد واثنين بالعشرة شو صارت ثلاثة وستة بالعشرة هل الثلاثة وستة بالعشرة أقل أو تساوي ثلاثة وثمانية بالعشرة؟ اترو اطبع الإكس وبعدين فراغ طبع ثلاثة وستة بالعشرة نيكست ثلاثة وستة بالعشرة اجمع لها واحد واثنين بالعشرة كم صارت؟ ثلاثة وستة بالعشرة اجمع لها واحد واثنين بالعشرة أربعة وثمانية بالعشرة شو صارت؟ أربعة وثمانية بالعشرة هل الأربعة وثمانية بالعشرة أقل أو تساوي ثلاثة وثمانية بالعشرة؟ فولس راح يطلع من الدوران راح يطبع لي بكمل على السترينج فاينالي قيمة الإكس اللي هي كم؟ 4 و 8 بالعشرة إذا إذا أنا عرفته انتجر راح يعمل تقريب إذا عرفته دبل راح ياخده زي ما هو يفضل دائما يكون انتجر والقيم هاي نحطها انتجر ما نخليها دبل يفضل تكون انتجر بس إذا حطيناها دبل بدك تعرف تتعامل معها بدك تعملها تقريب هاي آخر مثال dim i as integer for i equal من 1 to 5 و 8 بالعشرة step 1 راح يطبع راح يطبع لستة من 1 لخمسة لستة من 1 لخمسة ولا من 1 لستة 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 ليش؟ لأنه تقريب 5 و 8 بالعشرة راح يقربها لستة ماشي؟ فمشى بالدوران من 1 لستة عندي السبعة طلع من الدوران راح يطبع القيم من 1 لستة طب افرض ال i دبل افرض ان هالاي دبل راح يطبع على 5.5 راح يطبع اول مره واحد للخمسه ولا 5.8 بالعشرة للخمسه لانه للسب واحد ممتاز اذا اول اشي واحد بعدين اثنين بعدين ثلاث بعدين اربعه بعدين خمسه عند الستة هل الستة أقل أو تساوي خمسة وثمانية بالعشرة؟ فولس راح يطلع من الدوران. يا جماعة في حد عنده أي استفسار؟ الموضوع اللي بعده list boxes and loops هذا ما راح يكون داخل بالميد راح يكون داخل بالفاينل.
إذا معانا السلايد 54 أو 53 يعني، هذا الموضوع list boxes and loops، هذا آخر موضوع من الشابتر رح يكون داخل به الفاينل. كل عام وانتم بخير. يوم الأربعاء بعد العيد بشوف إذا عندكم أسئلة، إذا ما عندكم ممكن نبلش بها الجزء أو ممكن أسجله وأحطه، بنشوف شو رح نعمل إن شاء الله خير. في حد عنده أي استفسار قبل ما نطلع؟ في حد عنده أي استفسار؟ كل عام وانتم بخير ويعطيكم العافية. شكرا جزيلا.